أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بالجميع. موضوع ديالنا اليوم هو كيفية إنشاء حساب جوجل من جوجل بطريقة احترافية. كنمشيو لجوجل طبيعة الحال، غادي نكتبو إنشاء حساب أو جيميل إنشاء حساب، حيت الحساب بالطبع راه هو جيميل، إنشاء حساب جيميل. إذن كندخلو كنكليكيو عليها. طبيعة الحال كنهبطو كنديرو إنشاء حساب جيميل، كاينة كنوركو عليها. كيعطيونا هنا الخطوة الأولى اختيار نوع الحساب، واش لنفسي أو لإدارة نشاطي التجاري. بطبيعة الحال هنا غادي نديرو لنفسي. كان غادي نرجعو الخطوة الأولى وغادي نديرو لنفسي، هذه هي الطريقة الصحيحة. أي واحد بغى يصاوب حساب ضروري تصاوبي من جوجل، ما تصاوبيش بطريقة عشوائية. هنا كيعطينا إنشاء حساب لك على جوجل، كيعطينا الاسم الأول. بطبيعة الحال غادي دير الاسم، أنا مثلا غادي نحط دير الربيع. إذن بعد ما ضلنا الاسم الأول كما كتشوفوا، إحنا ما درنا ربيع في الأول، الاسم الثاني نقدروا نديرو مثلا ربيع، نزيدو على شي حرف إيش آل مثلا. أو لاحظوا معنا إحنا ما حدنا كنكتبو وهو كيعطينا في الجيميلات التحت، لاحظوا معنا مزيان الطريقة. كتبنا ربيع راه عطانا اسم الحساب، اسم المستخدم بلا ما المدعوقة، لاحظوا معنا مزيان. وعطينا متوفرة أيضا ربيع 176 اللي بغيتي دير تيتي. بالنسبة لهذه الطريقة طريقة راه احترافية وزوينة، حنا ما حدنا كنوضعو في الاسم، هما كيعطيونا في الاختيارات التحت نختارو نوع الجيميل اللي بغينا. إذا اختارينا حنا هاد الجيميل ربيع اير 176. إذا هنا كعطينا كلمة سر. نبقاو معنا غادي نوضعو كلمة سر. طبعا كلمة السر ها هي غادي ندخلوها لانتوم مثلا، واش حتى غادي نعاودو نديرو ليها التأكيد خاصنا ما نخطئوش، ضروري خاصنا نوركو لواحد المربع راه كاين تحت كيقولك إظهار كلمة السر. لاحظوا معنا عرض كلمة المرور، يعني عرض كلمة المرور دورك كليكي على داك المربع باش تطلع لك كلمة المرور باش تشوفها بلا ما تقطع، انك كدير كلمة مرور وكتعاود التأكيد ديالها. كدرنا باللاب 2023 باللاب 2023. اذا الان نمشيو نديرو التالي. اذا بما درنا التالي كيقول لك اثبات ملكية رقم هاتفك. إذن الان غادي ندخلو نمرة الهاتف اللي ما كتكونش مستعملة سابقا، غتكون نمرة الهاتف جديدة. إذن غادي ندخلو رقم الهاتف وغادي نعود نرجعو لكم بعد قليل. إذن بعد ما دخلنا الرقم الهاتف ناخذو معنا، الان غادي نديرو التالي. هنا قبل ما دخلنا رقم الهاتف بطبيعة الحال فغادي يجينا واحد الميساج في الهاتف ديالنا في ديك الرقم اللي دخلنا، باش نحطوه هنا في هذا المربع باش نديرو تأكيد. اذا هذه هي كلمة السر، غادي نقيدوها غادي نديرو تأكيد بطبيعة الحال. وهو قال لنا مرحبا بك في جوجل. اذا احنا صوبنا الحساب، دابا كيقول لك عنوان البريد الالكتروني لاسترداد الحساب راه اختياري.
اختياري بطبيعه الحال، احنا ما غندخلوا في ذاك المربع الاول والو. غادي نديروا اليوم يعني يوم جوج اللي حبيتو نتوما، نديروا مثلا الشهر اللي بغينا بقاو معنا، نديروا الشهر اللي بغينا، نديروا مثلا العام 2000. طبيعه الحال الجنس واش انثى ولا ذكر، انا افضل عدم الاجابه، احنا نديروا ذكر. اذا نديروا كلمه التالي. ايضا هنا يقول لك واش موافق على هذا الشيء اللي درتي، كنقول نعم موافق. اذا غادي نديروا موافق. اذا هنا طبيعه الحال غادي نهبطوا، غادي نهبطوا لتحت وغادي نديروا اوافق. ملي غنديروا اوافق، اذا بعد ما درنا اوافق غايلو حنا الحساب ديالنا هنا نيشان، قدروا نزيدوا عليه معلومات اكثر. اذا الحساب ديالنا تصاوب، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المرحله، فهي مرحله لانشاء حساب جوجل، يعني انشاء حساب باحترافيه وبجديه وواقعيه. شكرا لكم والى اللقاء.